بشارتكم مستمعينا على رقمنا 0537709539 للتواصل معنا ومع ضيفتي الأستاذة والكوتش هدى بن عيش. صباح الخير عليك أستاذة هدى. صباح الخير أستاذة حليمة، صباح الخيرات على المستمعين الكرام. مرحبا مرحبا بك أستاذة هدى بن عيش، طبيعة الحال سعيدة جدا بتواصلي معك ومرحبا بك. أنا أسعد، أهلا وسهلا. اليوم أستاذة غنتكلموا على إمكانية التشافي من الانفصال. هو سؤال كيطرح نفسه أستاذة هدى، هل يمكننا التشافي من الانفصال رغم المعزة ديال الإنسان اللي تنكونوا معه؟ أكيد يمكن التشافي. حيت كاين اللي عنده هذه المسألة ماشي ممكنة وحنا غنتكلموا على التفاصيل. هي أساسا هي فكرة بحال اللي قلنا البارح ومزيان أننا نأكدوا على نفس الفكرة، أن الإنسان خلق يعني مجبول على الفقد. أنا ممكن يفقد أعز الناس ليلو بما فيهم والديه، بما فيهم ممكن الله يحفظ الأطفال ديالو أو الناس اللي قرابين عليه. فالإنسان في الداخل ديالو عنده واحد القدرة داخلية على أنه يتجاوز أي انفصال. ولكن ديك الفكرة اللي كنقولوا حنا كنعطيوها لنفس، أنا ما نقدرش نعيش بلا فلان، أنا ما نقدرش، هاد الفكرة ملي كنعطيها وكتسيطر عليا هي اللي كتعطيني ديك الإحساس بالهوان وديك الإحساس بأني ما قادراش وبأن والو ما نقدر ندير حتى شي حاجة. داكشي علاش انا بديت معك يعني بطرح هذا السؤال، لان كيف ما قلتي استاذه يعني كاين الناس اللي ربما فكره الانفصال يعني تيرفضوها رفضا باتا. ف بطبيعه الحال غادي نشوفوا علاش، لان كاين ربما اسباب اللي تخليو هاد الناس ما يقدروش انهم يتقبلوا فكره الانفصال. وحنا كنتكلموا بالخصوص استاذه هدى على العلاقات، يعني العلاقات ديالنا سواء علاقة يعني ديال الزواج أو علاقة مع صديق أو زميل أو شخص اللي هو عزيز علينا. هو شوف الانفصال عموما خصنا نفرقوا بين مجموعة ديال الأنواع ديال الانفصال. تماما. يعني الإنسان اللي كيخرج من انفصال مع واحد العلاقة اللي تامة مع واحد الإنسان اللي استنتجوا عاطفيا، هذا شيء، هذا انتصار. هذا انتصار في حد ذاته، ولكن كيخرج الانسان مدقدق، يعني خصو واحد اعاده البناء ديال النفسيه ديالو من الاول، وكتكون فرصه فعلا رائعه في الاخر، راه كيوصل لواحد الشخصيه اللي هي جميله جدا الا عرفتي تستغل هذه الفرصه. وكاين الانفصال اللي هو الانفصال ديال الصدمه، اللي انا ما كنتش كنتوقع بان كنا ماشي مزيان، ما كنتش متوقعة. وكاين الانفصال اللي انا مثلا انا هاد السيد ولا هاد السيدة هادي دايما في ديك مشي واجيش اللي قطع لك اليوم غدا، يعني بالعقل ديالي ديجا مهيئ شويه بان واحد النهار ما غاديش نكملوا، حيت هادشي ما باينش عليه يعني شي حاجه ما كيعطيش واحد المؤشرات اللي هي ايجابيه. نعم. ومن الاعصر انا بالنسبه لي يعني ديال الصدمه صعيبه، وحتى ديال العلاقات التامه، يعني ملي كتكون في علاقه تامه اللي كتستنس فيك نهار مزيان نهار ماشي مزيان، كيشكك في راسك، ديك اللي كيبقى يقارنك مع الناس، حتى الثقه في النفس كدكدك في ديك العلاقات، يعني كتكون جالسه وانتينا كتبرر وكتضطر تكذب تجسس عليه وكتلون باش تعجبو على الله تعجبو، في الاخر يفرحك شويه ومن بعد يضرب. هذا الانسان كيخرج اساسا واحد الانسان اللي مهزوز نفسيا وما عندوش واحد الحاجه اللي سميتها المرونه النفسيه. دابا في التعافي من العلاقات شكون اللي كيحدد واش نتشافى ولا ما نتشافاش؟ هو الانسان اللي عنده واحد شويه ديال المرونه النفسيه. شنو هي المرونه النفسيه؟ ماشي يعني الانسان ما كيكونش ديك ضعيف انا ما نقدرش وما يمكنش، وبالمطو ماشي ديك الانسان اللي صلب، حيت اللي صلب راه كيتكسر، راه ما كيعرفش حتى كيتلقى الله يحفظ جات له شي حاجه اللي ما كتهرسه مره واحده. المرونه هي ديك القضيه اللي كيسميوها بعض المرات بحال الفونجه، شي واحد جا ضغط عليا الضغط دوزت ديك المشاعر دوزت ديك الصعوبه، ولكن مع المده كل مره كنرجع للحاله ديالي الاساسيه. الحاله ديالي الطبيعيه. من الجدير بالذكر بانني نقول شنو كيفاش نعرف راسي في الاول قبل ما نهضروا على خطوه ديال التعافي، باش نعرف راسي انا تعافيت مثلا، شي واحد دابا انا تعافيت، باش نعرف راسي تعافيت اني كنتخلص من الاثار ديال السلبيه ديال المشاعر، يعني ملي كنتفكر هاد العلاقه وملي كنتفكر هاد السيد هذا ولا هاد السيده، المشاعر ديالي عاديه ما كتحركش في واحد المشاعر داخليه. هذه اول حاجه. ثاني حاجه نعرف بان هاد العلاقه هذه اللي دوزت تعلمت منها شي حاجه، تعلمت منها شي حويجات، خرجت منها بحال اللي كنقولوا قويت شخصيتي او لا خرجت منها بشي فائده. يعني الانسان ما خرجش خاوي، خرج وغادي بدرس ربما في الحياه اللي غينفعوا في الحياه. نعم. حيت الا ما خرجش بدرس راه يتعاود له الدرس.
ولا باش كنلقاو العلاقات كتعاود نفس النمطيه ديالها، حيت الانسان كيتلقاه ما عرفش شنو هو الدرس من هاد العلاقه هذه. صحيح. ثالث حاجه هي كيكون عندي القدره على بناء قصه جديده. يعني ما نقولش الرجال كاملين هكا، البنات كاملين هكا، الصحابات كاملين هكا. الا كان خديت هاد الكونكليزيون ولا خديت هادي من هنا كنكون يعني الصدمه لم اتعافى منها. فهاد الخطوات هادي ثلاثة نردو لهم البال، مهمين جدا. ودابا نقولوا على الحاجة شنو اللي كيخلينا في التعلق صعيب علينا أننا نتجاوزو أو يعني كيجي صعيب. نقدر نجاوبك أنا غنائيا، نقدر نجاوبك أنا غنائيا دابا أستاذة دابا دابا. يقال أستاذة بأن الحب ممكن يهون ولكن كيبقى الولف صعيب. الولف صعيب. هذا 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 من توقيع المخرج ديالنا سي عبد الرزاق عصامي اللي تنحييه. شكرا سي عبد الرزاق، شكرا جدا حيت ذكرني بواحد النقطة مهمة جدا اللي باغا نقولها لأي واحد باغي يتعافى. نعم. يتعافى من الانفصال، أول حاجة كنوقفوها هي الأغاني والأفلام. نعم. فعلا تؤجج المشاعر وتؤجج بعض المرات. صحيح صحيح. شنو بغا نقول لك استاذه حلمة؟ شوف دابا الانسان اللي كيخرج من العلاقه كيخرج مضروب، مجروح، مدمر. يعني ايه مدمر؟ يعني نقدروا نشبهوها مثلا بشي تهريس الله يحفظ، مثلا تهرس الرجل. اول حاجه خصنا نجبروا هذا الرجل هذا، يعني نجبروا المشاعر ديالنا شنو هي، العوده الى الداخل وديك المؤثرات الخارجيه اللي ممكن تزيد تأذيني. انا مستعدات يعني كيكون واحد الحاله ما عندك اللي يزيد لك عاد تزيد بالاغاني راه غادي يكملوا عليك. صح، لان الانسان اللي كيكون مأثر ويعني عايش الى بغينا نقولوا الصدمه، اكيد ان يعني خاصو يتجنب مجموعه من الاشياء، واللي عنده واحد النمط ديال الحياه يعني مغاير، في حين شنو تلقاو؟ تلقاو العكس، يعني الانسان عاد ما كيجي يسمع الاغاني، عاد ما كيجي يمشي ربما في يبكي على الاطلال كما تنقولوا، يمشي الاماكن ربما اللي كان كيمشي ليها هو والشريك ديالو. فيعني هذه المسائل يعني كيف ما قلتي الانسان الا حاول يتجنبها راه كتحيد عليك واحد 40 حتى 50%، وكتعطيك نسبه ديال التشافي اكبر. فعلا. دابا باش نخليو المستمعين انهم يكونوا في واحد يعني ما كرهتش المستمعين ياخذوا ورقه وستيلو باش يسجلوا هاد النقاط باش يقدروا يكتبوا. انا الاولى، انا واخده معك ورقه وستيلو. اللي كارز مع علاقه اللي حيت الورقه وستيلو كتركز زعما المعلومات باش يخلي الانسان يقدر يطبقها اكثر. بعدا نفهموا بان التعلق هي المعنى ديالها ان علقت الامان ديالي السعاده ديالي.